حطها هناك، تعال عدوا هنا يا الربع. يلا يا شباب يلا تعال تعال. مرحبا مرحبا، والله ما شهر. الله يبقيك يا مرحبا يا مرحبا. ما عاد نسال على الشباب عن اخبار الخارج من كثر ما يطلعوا. يا مرحبا يا مرحبا. الله يا اخي عيش الريالتي. صح والله حق عيش الريالتي يا يا ولد. احنا برد عاد بقى احد ما قال. ايوه شرك انت تبي تتعلم العالم يا جاتك. بسم الله عليك. ترى انا ما جاتك ما جاتك ما جاتك. ويوم جاء اللعب اي شطوه على لك هلا هز هز ما يسكت اليوم. طبعا كلمه ما عاد تزين. وش وش حزين زين يا عوي يا عوي. زينو زينو زين الزين يا ناس. كأنك صبح حكم مطر. دورنا الله حيوه والله والله في شوق. بشر عند الله المعمر شفته. اي بالله شو وقعوا بالله. يسلم عليكم الله يا الربع. يسلم عليكم بالله يا حبيبي. الله يسلم. اي والله يسلم عليكم كلكم. الله يسلمهم كل شر. موجود هنا بالرياض ولا مشى؟ لا لا موجود في الرياض يا حبيبي. شو وقعوا بالله؟ شعلومه يسلم عليكم بلال بن ماضي. خلنا ناخذ علومه. اشتاق لنا بالله والله. انه يقول اللي حز في خاطر اني فارقت الرابع. يا بعد روحي الله يستر عليك. وين هو عاد هناك؟ عز الله انه راح وخلاه له مكان فاضي. قام طول اي والله والله شفت عذير الوجه. يمكن يقعد اربع ايام. خلاه له مكان فاضي. لا خلاص كذا. اي الله بارك الحمد. حضرنا الحفل هناك اقبوع لحمه وانت حفل رئيس والله طيب. ومن باب من لا يشكر الناس لا يشكر الله. الشيخ شخبوط بن هيام بن مبارك عن هيام ما عليه زود هو يستاهل. والله من باب من يشكر الناس لا يشكر الله. من لا يشكر من لا يشكر الناس لا يشكر الله. والله كل الشكر والتقدير للشعب السعودي. حكومة والحكومة والشعب كلهم والله يشكرون على وقفتهم معنا وعلى التنظيم اللي امس كان في الحفل. الله يبيض وجيههم. وهذا الطيب لا يستغرب من اهل الطيب يا حبيبي. والله انهم قدموا شيء لا يعلى عليه. يستاهلون يستاهلون خير. الشعب السعودي والشعب الاماراتي حبايب. اي والله حبايب. لكن وش مناسبه الاحتفال؟ اليوم الوطني. لا تخاف لا احتفل اليوم الوطني. متى هو امس؟ امس اليوم الوطني عندك ولا قبل؟ اليوم الوطني كان قبل ثلاث ايام. كان الجمعه صح؟ بس الحفل سووه الجمعه السبت. كان السبت. اخبارك يا هزاع؟ والله طيب يسرك حالك. ربك حضرت من قصيده هزاع. ما اسمعك؟ هو ربك حضرت من قصيده. اي بالله عديت قصيده هناك عند السفير. وبشرني عن امك طمنت عليها. يسرك حالها. الله والله كان عطي صحن. يسرك حالها. الله يسرك حالها. عليس 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 تو يكلمني عند البوابه. اقول قايم انا وياك غاديك احنا ركاب في شبك. خلها على الله. ما عاد باقي شيء. ما عاد باقي شيء. حيا الله ابو محمد. الله يبقيك. كلمت جوز ابو شافي. شلون ربع اللي وجهت والله كلهم طيبين. بلال طيب. نحمد الله بحسن. كل شيء زين. اللهم لك الحمد. بعدين انت بدله وعند الضوء شكلك غلط. انا جاي من بيروت هلا بس مر على الشباب. وتشوف التقاليد هلا بس مر على الشباب. انت لنا بحور. يجي ان شاء الله. يجيكم ان شاء الله. يا حي والله انا ليله ابو صادق ان شاء الله باذن الله. مرحبا ان شاء الله باذن الله. الليله لا 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 بكره بكره. فيصل فيصل تكفى فيصل. فيصل والله كلمته امس. طيب يوم طلعت الرجال في النعيريه في العزاء. ما مش الكويت عزاء في النعيريه. اي الرجال الله يرحمه توفي في النعيريه ودفنوه في النعيريه. طيب والعزاء اما في النعيريه ولا في الكويت؟ لكن يمكن اي متوفي في حادث الله يرحمه. والحادث يعني فيصل وش وضعه ربنا؟ لا ابشركم انه طيب وربي على قلبه ومصبر. الحمد لله الله يرحمه. الحمد لله. انما الصبر ها. قول يلا انك لا تفجعنا بقريب ولا صديق. اي والله جمعه تفضل. الحوادث والجوالات والسيارات قسم الواحد من اخوي انا شمري كان معنا في بريطانيا يدرس ولنا علاقه معه. انت ما قاعد كذا وجيب الماركه ولا راح هناك؟ والله انا رايحين ومعزين قاعدين. اثنين من اخواننا روح ما جلسنا زين. لا لا تروح بسبه الجوال. ونحن رحنا سلمنا نعز عليه ابوه رجال قوي قلب يضحك قوي ايمان الحمد لله وايمان ايمان قوي. اثنين من اخواننا مصيبه الجوالات والسيارات مصيبه. فينا وياكم الله العظيم
كنا نقول الاول المواتر هي اللي كلت العالم، والله التليفونات هي اللي كلت العالم. ذبحتنا والله من اول العرب كيف يموتون؟ اما طاح له من ظهر بعيد ولا ملقوص ولا يا حليله ولا طاح له في ربيعه ولا جايه جديريه. اما دحين عمرك حديد والله ما كان ضيق والله الا حديد وبنزين. اصدمكم حتى العماله والسواقين وسواقين التريلات خاصه صاروا يمسكوا الجوال. الجوال انا قدام الترا ذاك اليوم في طريق الصين بالجوال كذا رايحه جايه وامسكه ووقفه وننزل وندوخه دوخ. خليته يعض الارض وخذنا مفتاح السياره ودقنا على الكفيله لين جاء مبجع يعني كلمنا قلت الرجل وكلمنا من الطرق لين ما جاء. يا ولد التريلات هذه كبرى وتحوش كلمنا الجوال يا اخي مشكله ماسك التريلا بالجوال يا اخي يا جماعه السيارات السيارات والجوالات نعمه بس ما عرفنا نستخدمها صح. هذا كلام هذا الكلام ولا هي نعمه؟ هي نعمه هي سلاح ذو حدين. هي سلاح لا هي سلاح شكرا على المداخله. اللي يستخدمها اللي يستخدمها صح يا ولد ايه والله تقعد والله تقعد والله تقعد يا طلال سحب وجهي يا راجل انا كل راجل وصرافه اسلم بس كيف يعني احنا نستخدمها غلط حضر مو عندنا احنا وغيرنا ناس واجد مستخدمينها غلط وراحوا قبل البرنامج بشهر والله واحد من الجماعه متوفي في حادث على طريق الوادي وادي العجمان هو سايد واحد محمد خابره والرب سايد واحد سيء الطريق متوفي يا اخي ما على بهم مهلا ثواني ثواني السبب تلف هذه مصيبه والله مصايب ما ربع المصيبه الاكبر يا ولد هبني اذا سوى حادث ومات اذا سوى حادث مات الله يحمد اذا قدر الله مكتوب له قال اذا سوى حادث صار معاق طيب هذا هناك المصيبه انا بعترف لكم اعتراف على على عمره وعلى هله وعلى الحكومه طيب انا ابغى اخفف من سرعه السير عندي انا بعترف لكم اعتراف انا والله يا جماعه اني ما ادري والله اني اسف يعني بدون يمكن تقريبا عود انا اقول احاول قدر المستطاع اني انا اخفف احاول قدر المستطاع اني انا اخفف سرعه السرعه ما ادري هو فينا طير وعجله ما ادري يعني هو ما تعلمت مني يا ابو راشد احنا صدق والله العظيم يا جماعه انا كلمه صادق يعني انا الحين ما تعلم مني وانا جاي في الطريق يا ابو راشد ما تعلمت مني الركاده تكلم بس يا الربع يا محمد والله ما بيتكلم ايه لكن والله لا والله العظيم يا طلعات الاكتاف ايه بالكيال وتنحسب بس انا ما كلينا بالكيال وتنحسب ما كلينا انا الان انا كشخص رجال من يوم ركبت السياره وانا مرها ب 160 ليه ابغى اخفف اسمعني يا اخي ابغى خلني اتكلم ليه انا ابغى اخفف كل ما قلت بخفف السج لا الا احس فيه ملل يصير فيه ملل ماني متعود والله يا ابو راشد اني الاول راعي سبعه ساهر ما ضبط والله ملك الحمد يا الربع كان ابوي يا ولد كل ما يمسك اربط حزامك اربط حزامك انتم جوكم بطل اربط حزامك اربط حزامك رايجل والله العظيم يا الربع اللي معي عليس والشله يسموني الشاي عرض عليهم بحزام 140 140 قدري ماسك خط سما 140 من يوم يربط الحزام يا شباب 140 ثبت سما ايوه ثقافه نعم والله يوم تعودت والله يوم تعودت على الحزام ابو حصه ابى اقول لك بس براشد ابى اسالك اكتشاف انا اشتغلت تعودت على ربط الحزام والله العظيم اني قمت خلاص ركبت السياره ما ربطت الحزام احس بشيء ناقص انا بخبركم حاجه ما عاد اقدر لا بخصوص الحزام عمرك كم والله انها يمكن من سنتين بخصوص الحزام انا تراني تمعت خلاص قلت اني بربط حزام لازم اربط حزام كل ما اركب السياره تخيل هذا بسبب حاجه ما حد ايش الحاجه اللي خلتني اربط حزام لكن تخيل هذاك اليوم خلاص اربط حزام حتى لو يصير مسافه بسيطه من البيت الى المسجد مثلا هذاك اليوم يمكن كنا فسح ماشي شوارع على غيره على التعود جيت ربطت الحزام بكذا وقال يا اخوي سلامات وين في البر؟ قلت في البر ما في البر تنقلب بس لا وقف اسمع هي ردت فعل اخوه لا اخوي يعني صديق اخوي 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 انا اقول اخوي اسلم اخوي اسلم اخوي الله يخليك زين ف حلو اول ما ركب قال سلامات الحين في البر ربط حزام انا قلت له كم مالها عنده قلت له ليش فيها قلت له سبحان الله يمكن ننقلب يمكن تنقلب اكثر حوادث في البحر مسكين يا وربط حزام معي وشها لا بس بحس يا ليل هذا اشتغلت تعودت على اول ما اشتغلت قلت يا الربع فكوني بالحزام والله ما يضبطها الا واحده نفسيه ولا واحد اربط عمري ما يربط عمري قال لي جاني واحد قال شوف بس اذا دخلت مع البوابه اذا قبلت على البوابه اربط الحزام
وفعلا كل ما قمت رحت وربطت الحزام اذا قبلت هلا. صرت بعد اسبوعين شهر اذا قدرت اضرك بطلع بالدوام وركبت السياره شو اسوي؟ اول شيء اربط الحزام لاني انا داخل دائره ارامكو. نعم تطلع مع البوابه. عشان السيفتي ما يجيني. فاشد الحزام وتعود على الحزام بعد ما طلعت من ارامكو لمده سنه. الى درجه اني في البر ادق اشاره اذا قلت لي بلف يمين والله العظيم اني ادق اشاره. لا هذه عادي. جنبي واحد قال يوه دق صاحي اشاره ادق اشاره يمين. سلمه. في مره انت. هذه ما لها مطار يا ابو على التعود هذه على التعود. ايش تقول يا ابو حصه؟ الثقافه. مرحبا مرحبا. شلون ادق اشاره هذا وانا شايف شلون شايف طيب الله يبارك فيك. انك تعود انك تربط احزاب. كيف والله ما تخاف انت لا تدقق على الموضوع كله ثقافه كيف ما سمعت انا انك تكتب لك ورقه هذا هو حق انت ايش تبي براش جوك قال ما ادري والله انت تقول انا اقول ثقافه يعني انها انك تعلم الثقافه الله يطول عمرك يعني اول ما تعلم الله يخارج والله لا هي ثقافه ولا شيء هي ما ادري شلون هي ثقافه اعطني قصه طيباي تذكير تذكير ايوه لا لا بس المفروض انك اذا تعلمت سواقه يعني من يوم انك تعلم من يوم انك تمسك طال عمرك الدركسون المفروض انك تربط الحزام ما هو اذا مر عليك لك خمس سنوات وهذا وانت تسوق تبي تربط حزام بيوم وليله والله العظيم اذا جيت تفتيش خلونا حتى ما خلصت لا ما خلصت وصل لها من الثقافه وش نشبور يا سلام يرحم والديك يا ارحم اقول الحين اذا جيت تفتيش ولازم انك تربط حزام صح ولا لا؟ لكن اذا ربطته انكتم انفسك لانك ما انت متعودا عليه والله انكتم انفسك انا انكتم انفسي بس متى اتعدى التفتيش وافك الحزام هذه هي الان قدام التفتيش هي المشكله انا مربطه قد التفتيش ما احنا متعودين ما تعودنا المفروض انك تعود من يوم انك تركب السياره وتسوق تربط حزام ما حد يعلمك على ربط الحزام طيب وش علاجها هذه؟ علاجها انا اقول الانظمه الصارمه يا سلام والله في نظام صارم والله فيه انت السعوديه عندنا مثلا شفت احد رابط حزام تقول ايش عنده هذا غشيم اول مره يسوق لا هند ها نقوله هند ايوه غشيم ما يعرف يسوق يعني مثل هند لان هم احرص منه ايوه اسمع ايوه عندنا ثقافه اللي يربط حزام انه ايش شخص ما يعرف يسوق صح طيب لما نروح دول ثانيه نلاحظ اللي يربط الحزام عندهم هذا الشيء اللي يتب تدري ليش؟ لانه يربط في السجن يربط يود السجن انا لا والله مش سالفه ثقافه اقسم بالله مش سالفه ثقافه والله مش سالفه ثقافه يا اخي انا بقول لك الحين حط يدك في الضل ليه ما تحط ليه؟ الانتقام زين سلامتي يا اخي ما فيها ثقافه من يوم خلقت الدنيا والانسان يدور سلام لا بس يا والله مش سالفه انا صغير لو جبت حطيته بس يقول له اخ انا ما تعودت انا ما تعودت على ربط الحزام إيه؟ انا غازي انا يا هزاع والله ما تعودت على ربط الحزام الا يمكن من سنتين لاننا مستهترين والله ما تعلمت على ربط الحزام الا من سنتين تقريبا لا هي بسالفه ثقافه طيب سالفه والله من داخل انا اعترض معك يا هزاع انت قبل سنتين يعني اذا ما كان عندك ثقافه ما كنت سويت قبل سنتين كنت مسوي من يوم صغير ابوي ما كان يربط الحزام الا من فتره زين انت هذه يعني علمك ابوي وتدري يا هزاع انها تعكس النظر ليش ما قال والله انا كبير يا اخي فاتني العمر ليش ما قال لو اني تعلمت من الصغر لا بس الثقافه تحصل عليها في عمر الثقافه عندنا ثقافتنا في السعوديه في الحزام انا لو بحلف من 10 سنوات قامت الانظمه تقول تشدد ايش تعرف من اخوينا اللي جامعي يوم دخلت سلطانوف العير ذا الطويل عبد الله العقيلي خالدي مساء الخير مساء عليك بالعير ما شاء الله على ذيخ رجل هذا ما شاء الله على ذيخ هذا الرجل دائما سافرنا يعني انا ما سافر الا معه خطوط دائما رايحين جايين على السفاري واقسم بالله انه من قوه ما هو ما احتاج على مسياره سيفتي وخاصه الحزام الامان قويه جدا والله يا رب يعني ركبت معه وما لبست حزامنا يوقف ينزل عناد وطقم طقم بيض الله وجهك ماني يا اخي انا انكتب تجيني كتبه تك تفيده ما تتحرك والله يا تلبسه ولا مالك الا الركاب هي صح استلك ركبي بالركبي نعم شوف هي صح يوم بتعلم الطفل من يوم هو صغير خلاص بيشوفها شيء عادي بس اما تجيني تقول لي كبير وانا خلاص فاتتني ما اقدر اخذ الثقافه هذه لا والله انا بس هذا انا طبعك يا ابو راشد انا بوصل يعني ابو راشد هذا طبعك عطنا هرجتين واضرب الباب ما تسمعني لا انا ركبتي تعبانه والله حاكل العلاج لابس الجوتي ليه؟ اتشالى من هذا عشان سلامتك لا ابد 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 مربوطه الحزام نفس الشيء ابدا انا فايديتك حطيت يدك في الضوء يوم قلت لك
عشان سلامتك عشان ما تحترق ايدك والله يلزمنا نفس الشيء يا قلبي بس هذه ثقافه ثقافه انا بعد كان يروح للمدرسه يقفون اهله يقول لا اخ اخ يعني اي اخ يرجعون اللي صار يتفرج منها صبر الحين انا الحين الحين انا اكلم جودي الحين انا اخاطب اهل العقول الكبيره اهل الناس الكبار هل بيقول انا لا ما فاتتني الثقافه خلاص ما اقدر اتعود لا الثقافه في مرحله من العمر روح روح على روح على لا تكلمني انت لو تكلمني لو تكلمني مثلا تشرح لي اول 50 سنه قدام وانت تكلمني عن فوائد حزام الامان وتجيب لي ناس وحوادث انا مدخل مش مقتنع ما نفهم الكلام انا عاد ارد على هزاع عاد ارد على هزاع تسمعني هزاع تسمح لي يا منيش خير بخصوص الثقافه انا بوضح لك النقطه اسلم شوف الحين نجي على مجتمعاتنا والمجتمعات الغربيه طيب طيب المجتمعات الغربيه تحصل كل شخص يربط الحزام بدون ان يلتفت ان الشرطه موجوده ولا يفكر في الشرطه ولا يفكر في المخالفات مجتمعاتنا نحن نفكر في المخالفات ونفكر في الشرطه صح ولا لا ليش لا نفكر في المخالفات والشرطه اغلبنا ليش لان نحن ما عندنا ثقافه عن ان هذا الشيء هو يؤدي لسلامتك لما سووا امس انت يمكن ما كنت موجود لما سوونا التجربه هذه صارت عندنا ثقافه ان لازم نربط حزام الامان علشان يحمينا يحمينا هناك انا اذكرني لما رحت الدول الغربيه والله العظيم اول ما اركب السياره يقول لي اربط حزام الامان ما يتحرك من السياره من اربط حزام الامان ليش ماشي شرطه داخل شركه فاهم علي جابر بقول لك حاجه تشوفون ولد اخوي اللي طلع اللي يتكلم بانجليزي ورب الايمان اني مستغرب مني اذا ركبت في السياره رحنا للبقاله ورحنا السوق منو؟ ما يركب قدام يركب ورا وجالس زي كذا من هو؟ والله انه ما يتحرك نعم ما يتحرك مره جالس ليش؟ هذا السلطان معنا قال له كذا تعودت من هناك والده هناك والله انه ما يتحرك كذا ليش؟ عندنا ولدنا قطع المرايه وقطع هذا ونزل كيس ورفع صوته مسجل لا دقيقه شغل مهنا طبعا هذا طبلون طيب ايه طبعا هذا طبلون المرتبه هناك طبعا طلع اللي يعيش التجربه هذه لحد الان كذا من هذا ما سدد الواحد غازي بابا بزوق خلاص لا الواتساب لازم منو زين عندي حاجه غير والله عيون كثير في حاجه مهمه غير تعال 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 اجلس يا طلال يا اخي شوف شوف والله تعود والله تعود كل مره لا تضغطون على طلب اخ اخ لا اوقف قدام ما اعرف اقول اخ اخ هو انا صح طفل صغير ما تقول له اخ لا صادق صادق لا قلق لا لا غازي النقطه الثانيه غير الحزام كاكا هذا ديابي شكلك تبغى تمر عليكم بشرب غازي غير الاخ اقصد غير الحزام تعال تعال خلاص بس تعال 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 والله تعال اجلس يا رجال اخ خلاص اخ اخ هذا ترى كبار عندنا غير اخ من انا اوريك ايه اي واحد الصح خليه يصدق اللي يقول اخ دودي يا عمري اجانب انا عيال حوية اجانب انا ابوي يوم كان يشوفني اقرب الضوء يقول لي نو ما يدير نو صغير يا شباب صغير يقول مريز بليز طفلي نو بليز طفلي ليش ما تعرف على الصلاة طفلي صلاة الصلاة لا حتى يصلي الوتر عنده هنا لا ما تعلم علموه على الصلاة انه ما الصلاة لكن الحزام ما ضرب موضوع كبير انصدم كان محتاج انه بيصدم لكن غير الحزام يا ابو سعد والله معلومة مفيدة توقع ينزل لك مقطع زي الله يا غازي قاعد اتحرك يا غازي ولا دخلتوها في فمك قول اه قول اه لازم وجه ذا القط امسك نعم وجه ذا القط الشيرازي ابو سعد اسمع غير حزام الا ما شيء مهم جدا الناس اللي يشوفوه سهل الإشارة ماني بليكت الإشارة ما المرور إشارة السيارة يمين ويسار يمين ويسار طيب ايوه لما يجيك واحد يروح في الشارع طيب وانت تبغى تدخل الشارع خبرك يا واحد شباب خلنا نسمع واحد بيلف يمين وما ضرب إشارة وانت جالس تنتظر تبغى تدخل يا ودخل ولف طيب وهو ما ضرب إشارة ايش تسوي له يا جابر ابى اعلمك عندنا في الحوية ما يضربون إشارة هذا عيد مع قزازة يعني انا بلف كذا او هذا عندنا كله في الجنوب هذا كله في الجنوب كذا كل الجنوب انا اقول واحد عندي اشاره لكن ما سواها من باب الميانه انا ما ادري عن الشعب السعودي ليش اذا جو عند الاشاره لازم يقدموا
تعدون الاشاره مستحيل احد يقف على الاشاره لازم يقف لا لا في معلومه ثانيه لا قدم واحد لحظه دق واحد وقدم شوي نزلوا كاميرات على الاشارات في السعوديه صح اي نزل الحين تعدل الحاجز في معلومه ثانيه في الاشارات طبعا سيارته هنا ثانيه جاء كذا من هناك كذا وصفت قدام طيب ايش يعني سباق من يسبق الاول تجي توقف انت الاول عند الاشاره لازم يقف اوكي ايش المطلوب تدركم عمره هذا دقيقه غاده دقيقه تدركم عمره ده ذا عمره سنه هذا عمره 16-17 اي صح تخيل والله يعني صدق للامانه سؤال ما راح نسوي كل اللي في الجلسه بالله ما نفتح الموضوع الحلو هذا لانه صراحه يستاهل ان تحيه كلنا كلنا هزاع هزاع سالنا على هزاع تكلم عن حادث ولد عبد الله بعدين من شاطي لا بس راح ينزل لك مقطع اشاده عبد القادر في هذا الموضوع قادر بينزل لك مقطع غازي غازي الريال يتكلم الريال يتكلم يا غازي الريال يتكلم خلاص تفضل يا ابو خير طلع لا بس شغل ما اوكي ما طلع مقطع اقول قادر ما طلع مقطع اتكلم عن ولد عبد فيصل الله يرحمه فسألنا قال هزاع انه متوفي بحادث ففتح الموضوع جات سؤال انا سالت هزاع عن عبد السلام عبد السلام جابر يا جماعه نزلوا جابر مقطع هو اللي اقترح الموضوع بعدين انت سالت عن فيصل وبعدين يعني بدايه انا بس سالت عن فيصل البدايه عندي انا داخل من باب القريه الله يبنيك مرحبا انا اللي فاتح الموضوع لا تبي الجد انا اللي علي مناه وانا اللي قلت له خلاص بتطلع في المقطع يا محمد خلاص تطلع طيب يا جماعه الخير فيلب هذا الموضوع في حاجه ترفع ضغطك في السياره فيلب يجيك من يسار يكشح لك كشح لك كشح لك مره يعطيك زحف عينه كفو بالرايح شوي يوقف عند البقره ابو ربيع اهنيك جدا لانك حطمت رقم القياسي في جلسه واحده ثلاث مقاطع اقسم بالله يا بطل يستاهل يعني يكبس لك بالنور الطويل العالي عبد الله كشح وشي يا اخي عندك كشح يعني كبس لك هو اللي قال ولا تكلمت انا لا يعني كبس لي بالنور كبس غازي لحد الان مقطع ونص كمل يضرب له كبس هو يكسر خليه يترجم له هو يقصد ترجمه غازي يعني كبس لك كبس لك ثم يسقط عند البقاله هو سوبر ماركت بقاله عندهم سوبر ماركت ابن خير كمل كمل والله غلط غازي الطيري كمل بسرعه كمل يعطيك العافيه يعطيك العافيه الشخص هو هذا يقرا يعطيك العافيه بس دقيقه ابو هيان يكشح لي البقاله مثلا بعد الكاميرا ذي ترجمه طيب ترجمت خلصت وصدق الجد بعد يروح يوقف عند المحطه طيب استنى لين تعدل لا لا تعال ابغاك استنى استنى يا غازي الرجال هذا متاثر بجده لا يكشح لك استنى لا هرجم كذا عندك يعني هو جايك انت واقف في الشارع واقف في سيد التجاوز ليش تصير في سيد التجاوز انت متقدم انا غلط نفس ايش بك يا هوك تحني بنفسي اسمع 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 كلامك ماشي يو يوم بطل إيه؟ خليك بالنص ولا على اليمين اكثر اكثر شخص يمسك المسار الايسر النسوان مقلي وهم يمشون هي تمشي لما يشوف اوكي دقيقه بس يا رجل عندنا احنا نتكلم عن اللي عندنا اي والله نتكلم عن هزاع يا هزاع ما شاء الله جاي من برا يا اخي ايش اخبار الشباب من اللي قاعد كيف يجيله مقطع مقطع كيف احوال هزاع بعد الرجوع الى القريه لا اقول لك اقول لك كيف اخبار الشباب اللي برا مقطع وانا واقف تعال شباب مقطع وانا واقف اعذروني لا انت بينزلون لك مقطع على الثوب الاماراتي او العماني والجاكيت بينزل مرة صدقني والله عبد القادر لابس ثوب كذا اقول جالا ينزل خلاص انا رضيت لا لا والجوتي بعد لا لا نصف الجوتي مع جاكيت مقطعين يا قادر اكثر شيء اعاني منه ايش هو في الشوارع ما هو في الامارات اي سواقه عشان يكون تحديد يعني الخوات الحريم النسائيات النسائيات وسواقه اسمع سواق البنات وسواقه اخواننا الهنود نفس الحكايه عندنا هنود البنت لا ساقت الموضوع ما تمسك السكان تتعلق تتعلق تعلق بالسك ابوها طلع لها ليسن اشتراها سياره قالها يما هذا الشارع ليش جيها تدق لها هرن طيط ليه تدق لها ايش؟ هرن هرن بوري 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 هرن 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 قلبي تدق لها هرن هرن يعني ليت يما 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 ابوها قايل لها الشارع لها ما توخر والله ما توخر ما تفتح لك الشارع ترى ما هو يعني ما تبي توخر بس انها متوتره لا والله في ميزان انا اتحداك عندنا في عمان غير والله في عمان عندنا غير قسم بالله اني تفاجئت والله انا حسيت سؤال يسوي له شيء خصوصا بعد والله العظيم اني ابي اسوق يد وحده السكان يد وحده تلفون وتتجاوز بعد واسمع يا شباب والهندي اللهم صل على الهندي لسان
الهنود الهندي يسمع واحد مسك بريك في الشارع الثاني يوقفه يمسك بريك معه يعني وش بيوصل. لا بس في فرق بين الهندي، الهندي اذا فصلت عليه كبست له زحف بزحف المره ما هي مزحفه ونزحفت زحفت لما مريت قال خير تعصب عليه ما تعصب عليه ليه نفداش ليه صدق انت جاي من ليه تمشي الهمر ولا والله تمشي جديد خلاص نفداش يا الله رياكشن رصيد اذا بنعرف انت خير والله جد والله جد تمشي 60 وماسك يسار ولما انك فصلت عدها عدها ايه يلا عد فصلت تتكلم عشان تجي ايه ايه زحفي زحفي عقب الشين زحف اضحك 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 ولما انك تعديت فصلت عليك ليه انا فداش بيت اللقطة بيت اللقطة قطع عليك بس رياكشن هذه من هذا تمسك في السكان وتعلق خله يعيد رياكشن وخلق جنب والله تطلع معك تتعلق في السكان والله هذا تحلك يا شباب.